التغريري مع أول دخول له. محمد السهلاوي راح يختار الزاوية يمين يحطها، الله يعيدها يعيدها، حطها قوية محمد السهلاوي، لكن حكم المباراة خالد الطريس معنى ذلك أن لاعبي نادي النصر دخلوا إلى داخل منطقة الجزاء. يبدأ الآن الإعادة، يبدأ الاختبار الآخر لمحمد السهلاوي، يغير الزاوية ولا يروح على نفس الزاوية. الآن قراءة عبد الرحمن دغريري على نقطة الجزاء، محمد السهلاوي، يا سلام يا سلام، جول ثاني للنصر، جول ثاني للسهلاوي، جول للهداف. السهل أنت وأنت ناوي، السهلاوي وهدف ثاني في دقائق معدودة وتواجد فيها السهلاوي. قلنا النجم لو غاب كثير ما يغيب عن الشباك. هذه الكرة، هذه الأولى اللي عادها حكم المباراة. نعم كان في دخول، لأدريان مرزفسكي، وبالتالي أعادها وضعها واحدة على اليسار، من حسبت واحدة حطها على يمين حارس المرمى عبد الرحمن دغريري. 2 النصر، لا شيء هجر. هذا عبد الله العنزي وفرحته بهذا الهدف